هو انت بتخطط لايه حرق بدماغك اللي كلها سم تعبين دي؟ خطط لايه انت عبيطه يا نوجة؟ انا خططت ونفذت وشطت ومستني الجون كمان. الحكومه كبست على بيت كمال باشا اللبات. الف بارك. انت بقى تستفاد ايه؟ انا زقيت رمضان على هوجن. اه. وبلغت على رمضان انه هربان من الحكومه. وبلغت على هوجن ان هو ان رمضان عنده. وحطيت لي عيون هناك عشان اول ما رمضان يوصل ابلغ الحكومه. ماشي، انت عايز الحكومه تقبض على رمضان، برضك هتستفيد ايه؟ يا بت يا غبيه يا غبيه، دلوقتي رمضان هيروح عشان يقتل هوجن، يبقى فيهم واحد هيخلص على التاني. ايوه، كبست الحكومه، خدت واحد منهم على المشرحه باذن الله يعني، وخدت التاني على العشماوي باذن الله برضه، ونبقى خلصنا من الجوز. يخرب بيت دماغك يا حراق، ده الحمد لله رب اللي انا مراته، مانيش عدوات ومحدش ضامنه. سم والله سم. احمدي ربنا قوي. الحمد لله، بس انا بحبك انت عارف. بس بقول لك ايه؟ قول. انت رايحه فين؟ بشكلك ده يعني. رايحه لامك، اجيب الواد كرم اخويا. بقى ما تخافش، مش هجيب لها سيرتك. لا جيب لها سيرتي، قولي لها لطفي رجع ليبيا تاني. انا حالف اني احبسك يا وجن. المره دي ايه؟ انت جاي لي برجلك والكاميرات مصوره كل حاجه. أنا عاوز أروح الحمام. وماله؟ وماله يا حبيبي؟ وديه يا ابني الحمام، بس أمنه الشباك والباب كويس. حاضر يا فندم. يلا. كمال اللباد هو اللي قتل أبوك يا منصور. كمال اللباد هو اللي قتل أبوك يا منصور. كمال اللباد هو اللي قتل أبوك يا منصور. إحنا بني آدمين يا هوجن، قوتنا الحقيقية في ذكائنا وعقلنا مش في دراعاتنا. وصدقني اللي بيغلب في الآخر دايماً هو اللي بيستعمل عقله مش عضلاته. اللي بيغلب في الآخر دايماً هو اللي بيستعمل عقله مش عضلاته. ما لحقناهوش يا باشا، كان في عربية نقل واقفة قدام البيت ما فيهاش نمر، ركب فيها وطار. هيجي هيجي، هيروح فين يعني؟ روحوا انتوا دلوقتي. تمام. ايه ده؟ اللي انت عملته في الكلبش ده يا هوج؟ وادي تهمة تانية. الأولانية بتتسترني على مجرم هارب، والتانية بتكسر لي الكلبش بإيدك. بس أنا عايز أعرف منك بقى بالحب، أنت إيه اللي مرتبه ما بينك وما بين الواد ده؟ واد مين سعد؟ أنا معرفوش. ما تستعبطش، هما مين اللي مدخله البيت؟ أنا اللي قصدي أنا اللي دخلته. إيه؟ مدخله تتعرف عليه جوه؟ والله سعادتك أنا راجل رياضي وكنت بجري حوالين الفيلا الصبح، فجأة طب علي وقال لي اثبت مكانك وعاوز يقتلني، أسكت له؟ رحت شايله هيلا بيلا واخده على البدرون جوه عشان أعرف إيه، بس حضراتكم طبيته في الوقت المناسب وما لحقتش أعرف، وقام هرب مني ومنكم. وسعادتك لو اتفرجت على الكاميرات تاني هتلاقي الكلام اللي بقوله ده. ايوه هي الحته دي، والنبي عيدها لنا تاني يا ابو سمره عشان مكيفاني قوي. انت شفت انا شقلبته ازاي؟ الله اكبر عليا. انت عايز تقنعني يا هوجن ان الواد ده وانتوا الاثنين لوحدكم يهرب منك يا عم الرياضي؟ الله يا سبحان الله، اذا كان هرب من كل الحكومه دي مش هيعرف يهرب من واحد غلبان زيي. والله العظيم. في ايه يا علي؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ وايه اللي انت عامله في هوجن ده؟ مفيش حاجه يا نور. وانت يا هوجن تعالى معايا الاسم عشان ناخد اقوالك. ده طبعا بعد اذن حضرتك يا انسه نور. ما انا لسه قايل لسعادتك اقوالي، هتاخدوها تاني؟